بعد قليل لسويس أرينا مونبولي، هل اتصلت بزملائك في باريس هذا الأسبوع وماذا قالوا لك عن أجواء فريق بيزي؟ Nothing. They keep training, they keep fighting. هم يتدربون ويستعدون وسوف يفعلون كل شيء ليفوز بهذه المباراة. كنت أتحدث بميكل هانسن وماركو كوبيار وهما يقومان بعملهما ويتدربان كما يجب ويتمنان نتيجة جيدة. ليس هناك سؤال آخر، العمل هو المفتاح، لكن هم متشوقون ومتعطشون للفوز بلقب مثل كل محترف. طبعا سنتواصل معكم مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نذهب إلى أرينا سويتس مونبولي لمتابعة الشوط الأول من مقابلة ثم نهائي كأس فرنسا بين القمم بين الكبار. مونبولي يستقبل بي اس جي في نهائي قبل نهائي، مشاهدة طيبة للجميع.